إن الله سميع بصير. أستاذي مطايرة، أستاذ دكتور من الحشرة، كل لحظات تأتي ذكرياته. يرحل كما سنرحل جميعا من هذه الدنيا. الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف المرسلين. الاستاذ احمد خرطاو، استاذ القانون الخاص بكليه متعدده التخصصات بالناظور، نحضر اليوم لامسيه ابينيه لزملاء لنا في هذه الكليه، رحلوا من دار الفناء الى دار البقاء. السي نجيب حموتي، السي ميمون الطاهري، السي ميمون الحرشاوي، فقدناهم في هذه المؤسسه، رحلوا عنا في اوج العطاء. واليوم الحمد لله كانت مبادرة من جمعية الأعمال الاجتماعية لهذه المؤسسة من أجل أمسية تأبينية ولكن تذكيرية كذلك لجميع الزملاء داخل هذه المؤسسة بأننا أسرة واحدة، سواء بقوا معنا أو رحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، فهم في قلوبنا وهم في أفئدتنا وهم في ذاكرتنا بطبيعة الحال، أنهم قدموا الشيء الكثير لهذه المؤسسة. رحمهم الله رحمة واسعة، وجزاه الله بسحائب الرحمات، ورزق الصبر والسلوان لأهلهم وذويهم. بارك الله فيكم. أفقدتني نظر سيتمر بداية تسن تغطن الأحداث تقل كلية متعددة التخصصات بالنظر. نهارا تقيجن أمسية قرآنية تكديس إخوان الأساتذة الدكاترة الثلاث يتوفن دانيتا رحم الله، دكتور نجيب الحموتي، دكتور ميمون الطاهري، دكتور ميمون الحرشاوي. ماذا عسنا أن نفعل أمام قضاء الله إلا سندعس سالرحمة للجنة. الأمسية القرآنية تقيت جمعية الشؤون الاجتماعية لأساتذة الباحثين بكلية الناظور، سامدت جميع الأساتذة، جميع مكونات الكلية، إداريين، طلبة، أتقذ سن مرة، وإن شاء الله الإخوان ذات في الجنة، لأن زكوذان ديو فنزيش غال الكلية قدمنا 16 تمسرين باش تاخذ بزاف. ميمون بن رسول، رئيس المجلس العلمي من ناظور. الأمسية إن شاء الله ذي الكلية تقيت جمعية الأعمال الاجتماعية تخصص الأساتذة الجامعية وبتعاون مع العمادة الكلية المجلس العلمي. شينا مسرورين باش نشارك الحفلة التأبين تكرما الأساتذة يموثن عما قريب ثلاثي السنة، الأستاذ ميمون الطاهري، الأستاذ نجيب الحموتي، الأستاذ ميمون الحرشاوي، هنا توغين خير الأساتذة الجامعة، توغا غير سجل الحضور متميز ذي المجتمع وجميع الفضاءات. ولذلك الشيء نشارك كيسن باش نجي الكلمه ذي الحق انينا، لانه ربان الاجيال، صغر الاجيال علما، ولذلك لابد ذي سنيني نجي الكلمه الخير، لان العلم ذي المعرفه انا خلق اجل امه حقيقيه، غارس العز للناس، غارس القوه للناس، بلا العلم وغنغتي لي لذي جن حاجث. وينا في الحقيقة تعتبر صناع المعرفة، وثاني تاتيج البادرة مهمة تقيت الجمعية، ونشي نتشارك دايس، ونشي نترزو دائما العلماء النقد، الأساتذة النقد، المفكرين النقد، الباحثة النقد، نتتوشا أغار سيني دائما لجن الحضور باش هذه اللي ديجن تفاوكت الكور الكبريد دانسيان ان شاء الله. ذكرى الاربعينيه لوفاه المرحوم الحشاوي ميمون، الاستاذ الكبير والاداري العظيم، ارتأت الجمعيه الاعمال الاجتماعيه لاساتذه الباحثين كليه متعدده التخصصات بالناظور، بشراكه مع عماده الكليه وادارتها وكذا المجلس العلمي المحلي للناظور، انه انجز الحفل التأبيني لفائده المرحومين عليه من اساتذه الاجلاء الكليه. نغي يود عن مؤخرا سي نجيب محموتي رحمه الله عليه، سي ميمون الطاهري استاذ القانون العام، و
الاخ عماد الشينغنيشن السي ميمو الحرشاوي توجه النائب العميد مكلف بالبيداغوجية. واليوم نهار يعني تورين الحضور يعني السادة الأساتذة والعائلة المرحومة المرحومين عليهم وكذا الطلبة والإخوان زي المجلس العلمي مشكورا. وتوان الشهادات في حق ثلاثيا نيوداني النوكشين التصل الكلية سي نجم حموتي من الأوائل ينظلن توات عاد كوش ذاكيري ميتوان كلية العلوم يناضلوا كان الجميع يعني المجهود تواغاس على اساس انه الكليه غترقى الى المستوى العالي للتكوين والبحث العلمي. وخير ذلك لانه اول واحد غادي يوين مشروع بحث علمي للكليه متعدد التخصصات بالناظور. وطلعوا الفضل انه مجموعه من الطلبه للدكتوراه ولا المسالك الماسط وكوجد انه يروح ناكس يعني رحله علميه جامعه الميريا كاين ديني بعض ايام التعرف على المؤهلات يعني العلمية للجامعة وكذلك التعرف حتى المؤهلات الطبيعية غيتو مشيتو غنخذ الوقت نيتو غنرجع لموضوع البحث يعني مناطق الرطبة. السي ميمون الطهيري رحمة الله عليه انه توات دينامو الكلية توات تصريحات نس تدخلات نس الأفكار نس المحاضرات نس توا كاج المستوى عالي توا سميني غي السيول يعني الكلمة نس توا غاس الوزن دوقرا توا يعني الاحترام متبادل جاري دكيس وجارة يعني جميع الأساتذة يجد تخصى دوقرا تي القانون الحق هذه الكلية انه مش ني غي الكلمة ينوجين انه السي ميمون الطهيري عمص وكيدي وقع كي سجل الخلاف اللي جنا مش ني انه اميتو غير شني غاسو ديال السي ميمون اش كتخوت هذا الشيء اللي راح تعالج اللي خف النش باش فايش زيت اللي يرفض النش وزم ما تسمح هذه المهمة اللي ديوش سي ربي ديال الكلية انه الصغار ودو هذا يعني تو غيكيس يعني ما حدا تسمي انه بنادم تو غاسي جل غيرة ذي جل مسؤولية ما حدا مين غاس ذي حتى اخر يعني نقطة زي الحياة الناس رحمة الله عليه. أما السي حرشاوي ميمون يعجز اللسان يعني ما حدا مني الصدمة يعني قلت لي قولي له إنه لا حول ولا قوة إلا بالله إنه المكان للكلية كأستاذ ولا كنائب عميد أنا كإداري تو خدمه الناس اولا كل شيء تو غيسمح لي كل شيء من ما تو غاس شن حاجتي يعني الاجراء يعني اداري تي تو غنبدا قد حريص عندها وهي تكمل قبل غايا كوح او دابا يعني خطو حتى المكتب نسعى له تو دي فورم حدا زامين دايس ما حدا عاين الملفات يغزني لا اجرؤ من هذا فغديني تربع يعني الامضاءات نسمني توالي غزاتي عاد اثار الفوق تهنس في حبس رب العالمين وتشكاك كني وحده كني ولا الاعلام تسمى يواكب الحداثه ونتمنى الخير للجميع باش نجي جن تسمى وقع هذا غا كيستشد شنو سوء التفاهم رب العالمين يبقى يسمح لك كل شيء وجزاكم الله خيرا.